لكن مقدمة الكتاب تدل على غير ذلك، فقد قال في أوله: فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. لاحظوا، يقول انتخبته، إذن هو بنفسه رجع لكتب السنة. كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 744 للهجرة. ويقال بأن ابن عبد الهادي اختصر كتابه هذا المحرر، اختصره من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد الذي سبق معنا، مع زيادات وتعليقات، هكذا قال بعض العلماء، لكن مقدمة الكتاب تدل على غير ذلك، فقد قال في أوله: فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. لاحظوا، يقول انتخبته، إذن هو بنفسه رجع لكتب السنة، مع أن القول الذي سبق يعني ذكره بعض العلماء، ولعلهم حكموا بذلك لأجل التشابه يعني، وإلا فهو يصرح يقول: انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجة والنسائي وجامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم والسنن الكبير للبيهقي. انتهى كلامه بنحوه مع اختصار يسير. وقد رتب ابن عبد الهادي رحمه الله، رتب كتابه على الأبواب الفقهية على ترتيب الحنابلة، لكنه ضم إلى ذلك ما ليس منها، يعني ما ليس من الأبواب الفقهية، مثل كتاب الجامع وكتاب الطب، ويذكر فيه بعض من صحح الحديث أو ضعفه، ويتكلم على بعض رواته جرحا وتعديلا، وضم إلى الأحاديث شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب. وتبلغ أحاديث كتاب المحرر 1324 حديثاً.